الله يرحم والديكم يجعلني قد هالمحبة. الله يرحم والديكم. هلو، هذا جهاز جديد بيكون صديقي عشان إذا في شيء غلط أعرف قبل ما يصير. هذا كمبيوتر صغير تشبكه في السيارة يطلع لك الأكواد، شوف إذا في غلط في شيء على طول. ب169 ريال، غالي شوي لكن فائدته مرة كبيرة. هذا في واحد من المتابعين يسأل اسم المحل، اوكي حنا لا علينا ولا حاجه صح، لكن جاك احد من طرفي لا تقصر معه. ابشر، ترى اخوي والله العظيم ولا راح يقصر معك، جاي يرتب الامور عنده زين دركسون، وهذا محله في المنيزله، مؤسسه عنايه المستقبل للسيارات، لا تقصرون معه وان شاء الله ما راح يقصر معكم. الله يوفقك يرفع قدرك. ركبناها بالشركوم وتونا ماشيين، اعطوني بس دقائق اوقف على جنب واصورها لكم. منظف بخاخات يضبط ام الامور عندك. ف بسم الله، ايوه نص فل وبعدها باب البنزين. اوكي الان كذا خلصنا باب البنزين فل فوق 95. ارحبوا، يلا حي، يا هلا ويا مسهلا، يلا تسيم كل خير. إن قاله الله بإذن الله راجع للدمام. ما أقدر أعيش بدونك يا للدمام. راجع للدمام بإذن الله بخلص شغلة، وإن قاله الله إن قاله الله إذا مشيت اليوم الدمام بإذن الله طالعين لمكان جديد. طبعا بعد ما جهزت أغراضي وجهزت الدنيا كلها تسترقوا طيارتنا بعد بكرة، مو بكرة، فراجعين الآن خلاص، يصير بكرة نمشي مو اليوم، فترقب السنابات بكرة. والله خلاص بمسك خط الدمام منتج المطار. يا الربع، أنا عندي تشيك إنجن في اللنترا، تبون نحاول نطفيها في الكمبيوتر؟ أنا اللي كلمني وقال لي اشتري الكمبيوتر يقول تضبط على كل السيارات. مبرمج في الحاسة بمبلغ رمزي، اللي يبي يبرمج سيارته بالفيش ذا. يلا يلا خلينا نجرب، والله متحمس. أنا أدري إن المشكلة من حساس الشكمان، لكن بلغيها، كارهها، عذبتني، أبي أوخرها. أوكي يقول لك erase trouble codes، are you sure؟ في 3 أكواد، خلينا نحاول نشوف تروح ولا لا. يقول لك عندك نشوف كذا ممكن هتروح شي ذا. دقيقة الانترو معقدة شوي، كنا ما تضبط. ها يلا سوي كذا تورن اون، وخرنا علامة الماكينة. يا اخي الجهاز وطل والله العظيم، وخرت علامة الماكينة وعلامة اللمبة اذا في لمبة متعطلة، ما بقلع علامة كبر وقاعد تأشر. يا اخي بطل والله العظيم، الصغير بطل. افصلة شوفوا، دقيقة ايوه افصلة وقطة بالدرج. شباب ايش فيكم؟ لا لا عاد يستحيل، يبينا برمج له برمجه.